8، لماذا لم يقم ترامب بضرب قصر الرئاسة واغتيال بشار الأسد؟ برضه ده سؤال منطقي. طب هو أصلا لو هو ترامب بيستهدف بشار الأسد، ليه اللفة دي كلها؟ ما كان مباشرة قصر الرئاسة في دمشق، كان الصواريخ دي كلها توجهت ليه، كان تم تدمير قصر الرئاسة واغتيال بشار الأسد واغتيال كل اللي معاه. ايه بقى اللي لف اللفة دي كلها ويروح مطار الشعيرات في حمص وما إلى ذلك؟ الحقيقة تفسير ذلك فيما نشر في وسائل الإعلام الدولية النهاردة إنه مستشاري الرئيس ترامب عرضوا عليه ثلاث خيارات، ثلاث سيناريوهات للضربة السورية. سيناريو اسمه قطع الرأس، اللي هو ضرب قصر رئاسة الجمهورية في دمشق، وفي هذه الحالة اغتيال بشار وكل رجال بشار. ده سيناريو قطع الرأس اللي هو اغتيال بشار وتدمير الرئاسة السورية. السيناريو الثاني اللي هو ضرب معظم الجيش السوري، 60 قاعدة أرضية وقواعد جوية ومنع تحليق الطيران وتدمير كل مقدرات الجيش السوري تماما. والسيناريو الثالث اللي هو ضرب الشعيرات اللي في حمص، اللي هي الضربة اللي حصلت، والرئيس ترامب ما استشارش مدنيين وإنما كل استشارهم عسكريين طبقا للجارديان، وقعد مع قادة البنتاجون والجنرالات واتفقوا بعد ذلك على إنه قرار ترامب هو السيناريو الثالث اللي هو ضرب الشعيرات في حمص، وإلغاء سيناريو قطع الرأس اللي هو ضرب رئاسة الجمهورية، وإلغاء أيضا سيناريو تدمير كل الجيش السوري أهدافه الجوية وأهدافه الأرضية. يبقى إذن لماذا لم يقم ترامب بضرب قصر الرئاسة واغتيال الأسد؟ الإجابة هو اختار للسيناريو الثالث اللي هي هذه الضربة الصغيرة بالمقارنة بالضربتين التانيين، لأنه لو تم اغتيال الرئيس بشار الأسد وتدمير الرئاسة السورية هيبقى الدولة بلا رأس وبلا سلطة وبلا نظام وبلا جيش واضح، وفي هذه الحالة هتكون الساحة كلها مفتوحة لتنظيم داعش ليصبح هو القوة الرئيسية اللي موجودة في البلاد. يبقى في الحالة دي ترامب هو الذي أفسح المجال لداعش أكتر من أوباما إن هو يكون السيد على الأرض في سوريا كلها. ده اللي خلاه ما ياخدش سيناريو ضرب القصر الجمهوري ولا سيناريو تدمير كل الجيش السوري، وإنما يختار سيناريو واحد وهو هذه الضربة المحدودة. إنما برضه لو كان قرر أن يضرب الرئاسة السورية أو أن هو يضرب كل الجيش السوري 60 هدف أرضي وما إلى ذلك، طبعا ده كان يبقى صعب جدا برضه مع الروس، لأن الروس يفوتوا ضربة زي دي وضربتين ثلاثة زي دي، لكن تضرب الرئاسة السورية أو تضرب كل الجيش السوري وتفتح المجال لداعش، طبعا ده كان هيكون خط أحمر روسي، وهنا كان ممكن بقى يكون دخلنا في مقدمات الحرب العالمية الثالثة كما يتحدث البعض. إذا موجز ما جرى أن هناك استخدام أسلحة كيماوية في خان شيخون، سوريا تقول أنها لم تستخدم، أمريكا تقول أن سوريا استخدمت، بريطانيا تقول أن روسيا تواطأت، تم توجيه 59 صاروخ من البحر المتوسط من 2 مدمرة أمريكية إلى هدف عسكري محدد، مطار الشعيرات وقاعدة الشعيرات الجوية في مدينة حمص، وأنه حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات على ضربة أمريكية ثانية لسوريا.